سعر ومواصفات هاتف فيفو واي 21 تي رسميا. أعلنت فيفو عن هاتفها الجديد فيفو واي 21 تي، والذي جاء بعد سلسلة كبيرة من التسريبات، وسوف نستعرض في هذا الفيديو المواصفات الرسمية للهاتف بالإضافة إلى السعر. يعمل هاتف فيفو واي 21 تي بمعالج من كوالكوم، وهو معالج سناب دراجون 680. أما فيما يتعلق بالشاشة، فيحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD والتي تأتي بمقاس 6.51، والتي تأتي بدقة HD Plus ودقة 1600×720 بيكسل. بالإضافة إلى ذلك، استبدلت فيفو الكاميرا الأمامية في الهاتف السابق بكاميرا تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضا تخلت الشركة عن تقنية NFC. فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والعدسة الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل للماكرو، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل أيضا للعمق. أما التخزين، فيأتي هاتف فيفو واي 21 تي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 6 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة سعة التخزين عبر بطاقة ذاكرة خارجية ميكرو اس دي بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. فيما يتعلق بالميزات الأخرى، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11، ويدعم الهاتف إضافة بطاقات اتصال، ويأتي الهاتف بمستشعر بصمة أصبع مثبتا على الجانب، ومقبس سماعات الرأس 3.5 ملم، وبطارية تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف الشحن بقوة 18 واط. أما فيما يخص سعر هاتف فيفو واي 21 تي، فيبلغ سعر الهاتف حوالي 190 يورو، أي ما يعادل 215 دولار أمريكي. ستجدون في الوصف رابط مقال لجميع مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.